الاجتماع 18 لمنتدى الآسيا باسيفيك الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، والتي ستعود إليها رئاسة المنتدى من خلال هذا الاجتماع خلفاً لدولة تايلاند التي تولت الرئاسة خلال السنتين الماضيتين. يطيب لي في مستهل كلمتي أن أعرب لجمعكم الكريم عن خالص تقديري وامتناني لحضوركم الاجتماع السنوي 18 لمنتدى الآسيا باسيفيك الذي تشرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر باستضافته وتنظيمه بالمشاركة مع المنتدى تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. إن دولة قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعمل بكل إمكانياتها وهيئاتها الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني على حماية وتعزيز وضمان حقوق الإنسان لكل من تطأ قدمه أرضها الطيبة، مواطنا كانا أو مقيما أو حتى عابرا، إيمانا منها بأن ذلك لم يعد اختيارا في عالم اليوم، وإنما واجب إخلاقي وقانوني ترسخ في وجدان المجتمع الدولي. So the role of the Asia Pacific Forum in this particular role is to assist our member institutions in our 21 member institutions across the region to perform those mandates, their mandates as effectively as they possibly can. With the chairpersonship of the National Human Rights Committee of Qatar, we look forward to working with the Qatar institution to assist other governments within the Asia Pacific region to strengthen and establish national human rights institutions.